باول 2010 جي ام سي اطلقوا التيرين وصارت من اكثر السيارات مبيعا بالنسبه لفئتها، مع انه انا بالنسبه لي الشكل القديم ما كان الاجمل على الاطلاق بس كان من انجحهم. التيرين الجديد كثير اشتغلوا على الشكل، صار عندنا الهيد لايتس لقدام اللي شكلهم كثير اجريسيف اكثر، والجريل الكبير اللي عطت فخامه للسياره. من اهم الاشياء اللي اشتغلوا عليها بالتيرين الجديد هو الوزن. الوزن نزل تقريبا 157 كيلو، هذا الشيء اثر على استخدام الوقود تبع السياره، صار مصروفها كثير احسن، وبنفس الوقت اثر على دقه من ناحيه تسارع ومن ناحيه ثبات على الطريق. الترين اجى بمحركين 1.5 لتر و 2.0. ال 1.5 لتر عم يعطينا 172 حصان و 203 تورك. ال 2.0 عم يعطينا 252 حصان و 260 تورك. من اكثر الاشياء المميزه اللي اشتغلوا فيها على الترين هي الجير بوكس الموجوده هون. الشكل منه اعتيادي بس مفيد جدا، لانه صار عندنا سبيس اكثر هون، اذا واحد بحط جزدين او التليفون، وعندنا اثنين كاب هولدرز. صار ماشي، صاروا بوتنز لحتى تحط البي او الار او الان او الدي، وحتى اذا بتحطها مانوال مود. وهلا اخذنا السياره نجربها بشويه اوف رود، لايت اوف رود اذا بدكم تقولوا. في عندنا فيتشر هون كثير حلوه اللي هي الهيل اسيست، اذا نحن نازلين بنزله كثير قويه بالاوف رود بتكبسها بطل تعمل شيء، يعني انا هلا ايدي بس على ستيرنج ويل، ما عم بدعس لا بريك ولا بنزين، السياره لحالها هي بتعطي الكوماندز. حسب يعني بتدرس الارض اللي تحتها وعلى اساسها بتعطي بنزين او بتعطي بريك. اذا بنطلع بالانتيريور فينا نشوف فخامه جي ام سي واضحه جدا قدامنا بالالومنيوم الموجود هون، الستيتشنج الموجود على التابلو، والسكرين الموجود اللي فيها الكار بلاي، مع العلم انه النسخه اللي انا عم جربها هي الاس ال اي موديل اللي هو البيس موديل. في عندنا اس ال اي، اس ال تي، في الدينالي اللي هو توب اوف ذا لاين. الدينالي البوز اللي قدام بيتغير، بصير الجريل مصنوعه من الكروم. الانتيريور في عندنا لاذر سيتس مكتوب عليهم دينالي هون، والسكرين الموجوده هون بيكون اكبر.